ناخد تليفون مع الأستاذ أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين وبطل عرض المحاكمة. مساء الخير أستاذ أشرف، برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك وبضيوفك الأعزاء. أهلا وسهلا، معايا في الاستوديو الأستاذ ناصر عبد المنعم والأستاذ طارق الدويري. مساء الخير يا أستاذ. أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ ناصر. مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء الخير يا أستاذ. يعني ببارك حضرتك أستاذ أشرف، ويمكن متأخرة شوية حصول حضرتك على أفضل ممثل في المهرجان القومي للمسرح، وكمان بقولك البقاء لله في وفاة الفنان عاصم رأف. البقاء لله. احنا حقيقة الأستاذ عاصم يعني كان مثال للفنان المتكامل الملتزم على خلق وهدوء وصبر والتزام الفنان، يعني حقيقة افتقدناه، وعرض المحاكمة هيفتقده كثيرا، يعني البقاء لله، لكن دي سنة الحياة يعني. يا رب. أما بالنسبة للجائزة فشكرا، يعني متأخرة أو مش متأخرة، أشكرك جدا يا سيدي، شكرا. العفو. أولا بسأل حضرتك، لو يعني هل نقدر نعتبر عرض المحاكمة بداية لعودة المسرح الجاد على مسارح الدولة، والناس تقدر تبقى حاسة بشعور مختلف، يمكن بعيد عن المسرح الاستهلاكي اللي يمكن شوية الناس بدأت يعني حتى في السينما عندها مشاكل، في التلفزيون عندها مشاكل، في المسرح، فالناس يمكن بقت تدور على حاجة جادة جدا، خاصة في ظل وضع ملتبس على الجميع، محتاجين الفكرة تدخل الحرب دي بشكل كبير. والله يعني هو بالتأكيد مش مسألة عودة للمسرح الجاد، ويمكن كلمة الجاد دي يمكن في ناس تختلف عليها، يعني ما هو المسرح الجاد؟ يعني هل هو المسرح المتجاهم؟ هل هو المسرح التراجيدي فقط؟ ولا المسرح الجاد بمعنى المسرح اللي بيقدم خدمة للمجتمع؟ انا كواحد مش متخصص هو ده المسرح الجاد في اي قالب من قوالبه. والمسرح المصري يعني مش بس بيبدا المشوار ده بالمحاكمه، لا، احنا عندنا اللي قدامك دلوقتي الاستاذ طارق الدويري والاستاذ ناصر عبد المنعم من اهم الناس اللي بيقدموا عروض جاده. الأستاذ ناصر عبد المنعم كان لسه مقدم عرض ليل الجنوب، بيعتبر من المسرح اللي بنطلق عليه المسرح الجاد. هي المسألة يعني مش هينفع فيها الكلام في مداخلة ولا في حلقة. مشكلة المسرح المصري عايزة ساعات وساعات من الكلام، لأنها مشكلة متغلغلة جدا. يعني ازاي يبقى عندنا استراتيجية عامة، والأستاذ ناصر هو المسؤول دلوقتي عن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وأعتقد أنها هتبقى من أولى مهماته إزاي يبحث عن استراتيجية عامة للفكر اللي بيدور فيه المسرح المصري، بحيث أن احنا نقدم كل ألوان المسرح، لكن كلها تبقى في اتجاه المسرح الجاد. وهنكرر تاني أن المسرح الجاد هو اللي بيناقش هموم وأحلام ويبقى يعبر عما يجيش في صدر وعقول ووجدان الرجل المصري والشارع المصري والأسرة المصرية والبيت المصري. هتبقى من أهم أولوياته إزاي يبقى عنده دور عرض تستقبل الأسرة المصرية. هيبقى من ضمن أولوياته إزاي يحصل تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، بحيث بأن المنتج المسرحي الخاص بالدولة اللي المفروض أنه يبقى خدمة عامة زي المستشفى وزي المدرسة، ما يعاملش في الإعلانات معاملة الشوكولاتة المستوردة والفوط الصحية. لازم هذا المنتج يقدم من خلال وزارة الإعلام، لأن وزارة الإعلام ووزارة الثقافة دول وزارتين في مصر، مش واحدة في مصر والتانية في منطقة تانية. إزاي عروضه تبقى في دار عرض جيدة؟ إزاي يقدر يحصل على جمهور
ومشكلة الحصول على جمهور دي بقى المشكلة التسويقية، ومشكلة نوعية العرض اللي بيقدم وكيف تجتذب الجماهير، دي يعني قضايا شائكة جدا. صحيح. جدا مش هينفع فيها مداخلة تليفونية. والأستاذ ناصر عبد المنعم والأستاذ طارق الدويري يعني من الناس الواعيين جدا بالمسرح المصري ومشاكل المسرح المصري، وهيتناولوا كل القضايا دي بالتأكيد. يعني بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين وبطل عرض المحاكمة، شكرا جزيلا.